الثلث المعطل داخل الحكومة اللبنانية معادلة سياسية لها ما لها وعليها ما عليها، ويسميها البعض أيضا بالثلث الضامن. وبرزت هذه المعادلة السياسية بوضوح مع حكومة فؤاد السنيور الثانية، والتي تشكلت بعد اتفاق الدوحة في العام 2008، عندما استطاع حزب الله وحلفاؤه الحصول على ثلث الحقائب الوزارية، ما جعله متحكما في قرارات هذه الحكومة. هذا الثلث من شأنه وفق المادة 65 من الدستور اللبناني أن يعطل جلسات مجلس الوزراء، فالنصاب القانوني لانعقاد المجلس هو أكثرية الثلثين، ما يعني أن امتناع ثلث أعضاء الحكومة من حضور الجلسات يفقدها مباشرة نصابها الدستوري. وفي ضوء الفقرة الثانية من المادة 69 من الدستور، فإن من يملك الثلث زائد واحد يصبح قادرا على التحكم في استقالة الحكومة. وفي مطلع العام 2011 أسقط حزب الله وحلفاؤه التيار الوطني الحر وحركة أمل أسقطوا حكومة سعد الحريري، عندما استقال جميع وزرائهم بالتزامن مع لقاء جمع حينها ما بين الحريري والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهي المرة الأولى التي يطيح فيها الثلث المعطل بحكومة في لبنان. هذه المعطيات تبرز أهمية الثلث الذي تقوم عليه حرب البيانات الدائرة الآن ما بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حول أسباب التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية. فالحريري يتهم عون بأنه طلب ثلثا معطلا لفريق حزبي واحد في وقت يتمسك فيه زعيم تيار المستقبل بحكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه لبنان. أما عون فاعتبر أن الحريري يتفرد بتشكيل الحكومة، مبدياً كذلك اعتراضه على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف.